بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جديد بشوفكم بالمحاضرة الخامسة بدورة الكاركتر ريجينج المتقدمة. أنا راح أضيف محاضرة جديدة، حتكون هي السادسة بالدورة، حتكون خاصة بجزء المورفينج تبع الكاركتر، طبعا مشان حتى نتعلم كيف نعمل حركات الوش. بكل بساطة أنا حبيت أضيف المحاضرة السادسة، يعني لحتى تكون الدورة كاملة متكاملة من الألف إلى الياء في جزء الكاركتر ريجينج والكاركتر أنيميشن. طبعا الأنيميشن أنا ما راح أشرحه، بس يعني هي تجهيز للكاركتر إنه يتحرك بالأنيميشن. أنا بفتح السينما 4D. أنا كان في شغلة كنت مفروض أشرحها بالدرس الثالث، هي في الواقع أنا شرحتها، بس لأني من كتر إعادة الدروس وتظبيطها على برنامج تقطيع الفيديوهات يمكن انا كنت مسحتها او شلتها او لخبطت فيها. هي موضوع البولي وكيفية ربط البولي مع الكوع والركب. اول شيء خلينا نعمل على السريع حتى ما نضيع وقت وندخل بموضوع الفيجوال سيلكتور. طبعا رح نعمل هون، طبعا في عنا تاجز، التاجز تبعيت الاي كيز رح نعملها سيلكت كلها مع بعضها لحتى نعمل الموضوع على طول بشكل بسيط. هاي التاجز نعمل سيلكشن مثل ما انتم شايفين، وفي عندنا هون طبعا اد كول نحن عاملينها اوريدي وعم نشتغل عليها. رح نعمل حننزل السكرول لتحت بنلاقي شغله اسمها بول فيكتور. طبعا حيكون حنعمل اد بول، فحيعمل لنا اوبجكت وحيعمل لنا تاج، يعني حيعمل لنا تارجت. الى هاي شفتوا التارجت نزل، رح ناخذ التارجتس هاي بكل بساطه نعملها دراج دروب فوق مع الشغلات اللي انتم شايفينها هي، اللي هي صارت شغلات كتير. طبعا راح نضمها كلها ب ون نال في الاخير، يعني كمجموعه كامله، ونعمل سيف. طبعا التاجز هاي مثل ما انتم شايفين يعني ما ظاهره في الوقت الحالي، ولكن راح تظهر هلا. راح نعمل الليفت ليج والليفت والرايت ليج، راح نسحبهم هيك. طبعا انتم عم تتساءلوا هلا شو هدول اللي احنا عم نعملهم. هدول هن المشدات تبعيت الجسم لحتى ما يطلع. لو لاحظتوا لو مسكت مثلا المشد هذا، لاحظوا الاجر شلون عم تتحرك معي. بالايد نفس الموضوع، راح نسحب الايد لهون. اوكي، لاحظوا مثلا ما احرك الايد هاي لفوق ولتحت شو بيصير. مشدات هي بس مشان تزبط لك حركة الكتف. لو هلا مسكنا الكاركتر وحركناه بتكون الحركة أكثر واقعية من ناحية الكوع. ولا نعمل سيف ماشي. وبعدين ممكن فينا نغير كمان موضوع الشوز. خلينا نعمل، أنا دائما بعمل ستارز لحتى يكون شكلها باين أكثر. نعمل 20، نغير اللون تبعه. انا اعتقد ان انا عملتها في الدورة هي كذا مرة لحتى، بس طبعا الواحد لخبط كتير. هيك يكون الشخصية ك ك كريجنج وبولي انتهت. طيب ندخل بموضوع الفيجوال سيلكتور. فينا ممكن نعمل طبعا على الشخصية نفسها موضوع الفيجوال، او نعمله في اي مكان من هدول. انا متعود ان انا اعمله على الاكسبريسو، او ممكن حتى تعمله نال جديد، مو مشكلة. المهم ان احنا راح نضيف يعني تاج جديد منجيبه طبعا من الكاركتر تاجز فيجوال سيلكتور. بتنزلنا هون ايكون او تاج صغيره للفيجوال سيلكتور، بيكون هون الايمج تبعيتها. طبعا الصوره هي ممكن نحن نغيرها ونحط طبعا الكاركتر تبعنا، وهذا اللي حنسويه هلا. التاجز هون بنحطها. تعالوا نجهز الشخصيه اللي هنحطها بهالمكان. فينا نعمل ريندر شخصية من هذا الفيوبورت. اوكي، ممكن نعمل مثلا يوز اند ريندر. اوكي، بناخذ الشخصية من هون، سيف از اي شيء. وبعدين بنحط الشخصية، طبعا بنحط الصورة بالفيجوال سيلكتور.
طبعا بتغير الصورة من هون. نعم، هي طبعا الصورة لها مقاس معين انا ما زبطته، بس احنا ما هو مشكلة راح تظهر بهذا الشكل. هون صارت الايدين والاجرين. راح نبدأ نعمل يعني التاجز تبع الكاركتر. هون السيتنجز طبعا احنا ممكن نعمل يعني نتركها على حالها. هون الاسبيكت ريتيو ما بدنا نلعب فيه لانه السايز تبع الصورة مثل ما هو كويس. نعمل اد اول شيء. شو هاي الكويشن مارك؟ الكويشن مارك هي الشكل بس تبع، ندوس عليها هيك بيطلع لنا بوب اب ويندو صغير بالالوان تبعيته، فيجوال ايكون سيلكتور. طبعا راح نعمل الايد اليسار مثلا، اوكي، وراح نعمل لها لينك للايد اليسار مثلا، هاي ليفت ارم تكست. شو اسمها؟ نعمل لها ليفت ارم كمان، اوكي. شو وظيفتها؟ بدها تتحرك، اوكي. بنعمل وحده جديده الرايت ارم. شو اسمها؟ رايت ارم. شو وظيفته؟ الحركه او البوزيشن يعني، ما هو سكيلينج، اوكي. نعمل واحد كمان مثلا، بنخلي هاد الايز او لا اخليه الراس، هلا مثلا بنعمل هي هي الراس. الهيد كنترول، هيد كنترول، اوكي. نعمله روتيشن طبعا. نعمل واحد كمان، بنخلي هذا مثلا البادي، هاي البادي، اوكي. هو بادي ده راح نعمله موف. اد تاني طبعا بنغير كمان احنا عملنا البودي، بنعمل مثلا العين، التارجت تبع العين ايوه في الاول اي كنترول ايز ايز طبعا. هذا كمان موف لحتى الان. هلا طبعا يعني احنا عملنا كذا واحد، في عندنا لسه الريج الليجز سوري الليج، عندنا الليج اليسار ليفت ليج، اوكي. كمان موف، نعمل واحدة كمان رايت ليج. انتبهوا لا تلخبطوا بالاختيار رايت ليج. في عندكم الأداة هاي لحتى تستخدموا الاختيار هذا يكون سليم. غيرنا هيك وهي صار بدها موف. هلا بنرجع على الايمج بنلاقيهم هون، فينا بقى نعدل انه هاي الليفت ليج وهي رايت ليج، وفينا نعمل الايز هون، البادي هون، الهيد كنترول اوكي، وممكن نحطها بها جزء، رايت ارم، ليفت ارم. شو تبقى عنا؟ تبقى عنا الرقبة، اوكي. نرجع على التاجز بنقول له اد مثلا الرقبة، خليها هي مثلا الرقبة، اوكي. نك كنترول، نك كنترول مرة تستخدموه كتير بس هي إلى بعض الحركات بالانيميشن، لذلك احنا عملناها نك كنترول، اوكي. كمان روتيشن مثل النك. نكون خلصنا هيك بنقول له بس لوك. طبعا عشان ما حد يسمع خلينا بس نحرك هي لهون، هي صارت النك، هاي صارت الهيد، وهي الايز. بكون هيك هدول خلصناهم. ممكن تعملوا لوك للهوست للهوت سبوتس عشان حتى هدول ما يعني ما يتحركوا. بس فيكم كمان تغيروا الالوان مثلا تبعيت هاي، تقولوا مثلا سوري تخلوها مثلا ايش ما بتكون لونها، اوكي. يعني عبالكم بس انه ممكن تغيروا الالوان. بكون هيك عملنا الفيجوال سيلكتور. بس ارجع اليوز از ريندر فيو. طيب كون هيك خلصنا هاي الجزئيه كمان، حطيتها انا هون. دوس دبل كليك تطلع لك الهوت سبوت، ممكن تاخذها تحطها طبعا اثناء الانيميشن، ممكن تحطها بشي مكان حتى تعمل انيميشن بسهوله. هلا ما بقى فيك تمسك حتى لو عندك النال مختفيين هنن والجوينتس،
ما بقى فيك تحتاج تمسك أي شغلة تانية، فيك بس تمسك على طول الشخصية وتحرك وتعمل بدك روتيشن، ممكن تعمل روتيشن. اوكي فيك مثلا الايد اليسار، طبعا انا هلا اول ما مسكت لاحظوا انا كنت واقف عند الروتيشن هون، لما مسكت الرايت ارم رأسا عملية بوزيشن، يعني عملية يعني على التاج البوزيشن، هلا رجعت اخذته روتيشن. شوف كمان اوكي عنده. طيب هيك وقفت مثلا الشخصية، هيك بدك مثلا تحرك الراس، شايفين جابه على طول على الروتيشن مش على الموف تول. تحرك الراس، العين جابه على الموف تول، تقدر تحرك العين. اوكي طبعا الشعر احنا ممكن نفعل الشعر من هون جوينتس، طبعا الدايناميك. اوكي فيك تفعل الدايناميك، صار عندنا هون التاج تبع الروتيشن هيد. يكون هيك يعني الشخصية كتجهيز انتهت تماما بالريجينج وبالدايناميك وحتى بالفيجوال سيلكتور كتجهيز. حتى تستخدم الفيجوال سيلكتور بيكون سهل لك لتحريك الانيميشن. طبعا هون البادي اوكي شايفين اوكي، طبعا هو ما بقدر بحركه فوق وتحت لانه ما عمل له اكسبريسو، نقدر نحركه يمين وشمال. طبعا الايد ما بدل الحركة هيك، بس يعني بورجيكم الحركة. اوكي شو تبقى لنا في الاجر. اوكي هلا فينا نبدأ نعمل موضوع الوش. خلينا نشيل بس الفيجوال سيلكتور لحتى يتوسع عنا الامر، ومنرجع الايدين مثل ما كانوا. رايت ارم رأسا رجعت مكانها، ليفت ارم. عرفتوا ليش هلا انا عملت فريز للكوردينيتس؟ لحتى اقدر استخدم الموضوع هذا بكل بساطة. اكون هلا هيك يعني المحاضرة الخامسة بتكون يعني تمت على خير. اتمنى يكون طبعا الموضوع تبع الفيجوال سيلكتور بسيط وسهل، واعتقد ان هو يعني ما هو محتاج شرح، هو كل ما هنالك ان انا اورجيكم الطريقة شو بتنعمل. طيب ممكن ما تستخدموا حتى الشخصية كخلفية، ممكن تستخدموا الشخصية تبعية السينما 4D الستاندرد. ممكن تغيروا الاسم تبع الفيجوال سيلكتور لحتى تحطوه مثلا بالتاج بالهود. خلونا اورجيكم شلون ممكن تعملوا تاج للهودز تبع الاكسبريشنز. لاحظوا انا عندي في مثلا ثلاث شغلات هون، عندي الليفت ارم والرايت ارم. فيكم تعملوا سيلكشن لكل السكرولرز طبعا بالضغط بالشيفت، نعمل كليك يمين عليه هون، وبعدين في شيء اسمه اد تو هود، دوس على كنترول وبتحركن. مثلا هاي الرايت ارم بنحطها هون، مثلا الليفت ارم كمان نعمل نفس الطريقه، كليك يمين اد تو هود، بالكنترول بتحركها بتحطها هون. صار عندك الشخصيه طبعا جاهزه بدون ما تروح على الاكسبريشن، بس طبعا لازم انا اقول له انه مثلا شو اولويز، دوس عليهم كليك يمين شو اولويز. طبعا الاكسبريشن هون مكتوبه بنفس الطريقه، ممكن تعملها مينيمايزد. مهما هلا انت وين كنت واقف تم ظاهرين لحتى تقدر تحرك الاصابع. اوكي ناخذ هي هون وهي لهون، لاحظوا اوكي هي هنيك الاصبع مش الحال. بهيك طبعا بتكونوا انتوا فهمتوا الفكرة هاي بكل بساطة. بشوفكم ان شاء الله في الدرس السادس بموضوع المورفينج. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.